السلام عليكم الزول في اللون، مرحبا بكم في قناة المهندس المعماري من ملعب تيزي وزو العالمي. كالعادة نجيبو لكم جديد، نبداو لكم بالتراكتور هذا او يحرث جديد. كاين جديد، كاين بزاف جديد، كاين في ملعب العاب القوى داروا هذو لي بوطو تاع ليكليراج كيما راكم تشوفوا، داروا أربعة وثانيا داروا البيتوم. البيتوم مازالوا يديروا فيه تاع المضمار، باه يبداو باه يحطوا هذيك لاكول هذيك من الفوق. دونك لاكولور نتوما واش رايكم؟ انا في ميزي الاحمر يخرج شويه خير من الازرق. فوالا كاين ثاني جديد في ملعب تدريبات، بدا يختار باش كملوا مع اليمات هذو الشميسة وكذا. دوك يديماري الكازو، يديماري مليح كاع. فوالا الصطاد الكبير مازالو معاه في ديرنيير روتوش كيما تشوفو، هاديك لابري هاديك مي بنتر واقيل والله واش راهم يديرو ليه، ولا وسمو البوابات هادوك لي الكترونيوم داروهم. هذا واش كاين جديد؟ فوالا الحالة خضرا هي ربعت. هذه بو خلفه وهذيك الطريق اللي تدي لالجي. بقاو على خير، ما تنساوش تابونيو.